هاي. بدراسة لمستوى حاصل الذكاء حسب البلد ومش العرق بتأكد آخر الدراسات إنه سنغافورة بتحل بالمرتبة 10 عالمياً مع معدل حاصل ذكاء بيوصل لـ 103 معروفة بتطورها التكنولوجي وبدورها السيادة. تحتل تايوان المرتبة الرابعة مع معدل IQ بيوصل لـ 104 وهي كمان معروفة بقوتها التكنولوجية وإيدها العاملة الذكية وتعتبر من البلدان الأكثر تعليماً بالعالم. اليابان بتحل بالمركز الثالث وهي بتتميز بأعلى متوسط عمر متوقع وهي بلد رائد بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا. معدل حاصل الذكاء فيها بيوصل لـ 105. المرتبة الثانية لكوريا الجنوبية اللي بتسجل معدل IQ بيوصل لـ 106 وهي قوة اقتصادية كبيرة واليد العاملة فيها متعلمة ومهرة. هالبلد بيتفوق بالرياضيات والعلوم. مين قال إنه هونغ كونغ الصينية المتمتعة بحكم ذاته تحتل المركز الأول مع معدل حاصل ذكاء بيوصل لـ 107؟ أنا قال. بشوفكم بكره.